امال انت تشتري هدول وتوديهم لبيتك؟ والله ما انتبه عليهم. يا ولد خبر ابو المحل وين؟ هذا كان جمد. هاي على طول خلي الماي ببطنه تحت. ما شربت ماي حجي الله يرضى عنك. خلاص ما عادكم مني؟ وين الخطوة؟ احنا داق عليها لازقة بالخشب. شيل هذا زيتك. شيل هذا. ايه هذا كله زيتك. جبت تعال على الحاوي. تعال زيتك كلها. غلفهم. تعال اخوي يلا. غلف لي اياها كلها. شوف شوف. تعال وين وين وخليه يجي فينزل لي هذول كلهم. هذا شهر 12 21 لا لا ان شاء الله. لا لا بعد الدوري ظهر طبعا قام شعبة الرقابة الصحية الأيسر بحملة مشتركة مع قائمة مقامية مدينة الموصل ومديرية بإسناد من مديرية مركز النصر بحملة مشتركة في منطقة حي السكر لمتابعة المحلات المشمولة بالتفتيش الأسواق والأفران والمخابز ومحلات الجزارة لمتابعة مدى التزامهم بالشروط والتعليمات الصحية. ما هي المواد التي تم؟ طبعا أثناء الحملة عثر على مواد وكميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية، طبعا تم إتلافها بمحضر إتلاف رسمي وبحضور أصحابها، وعثر أيضا على مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، أيضا تم حجزها لغرض إتلافها في منطقة الطمر الصحي. ما هي الإجراءات التي والله تم غلق عدد من المحلات المتجاوزة التي تعمل بدون الحصول على إجازة صحية، وبعض المحلات التي تزاول العمل دون التزامها بالشروط الصحية، وتم غلقها بمحاضر غلق رسمية وبحضور اللجنة ككل إن شاء الله. والله وجه أكيد بمتابعة المواد ومتابعة تواريخ إنتاجها ونفاذها، وأصحاب المحلات يعني نرشدهم على أنه أبد لا ما ممكن أنه يقومون بفتح المواد وبدون تواريخ إنتاج ونفاذها، يعني يبيعوا فل. هذا البيع الفل ممنوع، ممنوع بقانون الصحة العامة ممنوع. أي بيع فل بدون تواريخ إنتاج ونفاذ تعتبر تالفة ويتم حجزه وإتلافه.